السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الان حنا كنتواجدوا في سيدي سليمان حدا السويقه، ومعنا الان خويا مراد الراوي. تبارك الله عليك خويا مراد. الله يبارك فيك. جمعيه ابركان للفن والتنشيط التربوي. التربوي تبارك الله. شكرا خويا البندوري على هذه التغطيه هذه. بارك الله فيك. نتكلموا الان على هذه الجداريات اللي خدمتوها، بصراحه عطات واحد الصوره زينه لهذه الزنقه هذه. شكون اللي كان مساهم في هذا الفن هذا؟ هذه الجداريه اللي دارتها جمعيه ابركان للفن والتنشيط التربوي. و اللي جات هذه المبادره ماشي هي الاولى من نوعها، هذه الخامسه في سيدي سليمان، لان سبقنا اننا درنا شي جداريات في السوسيور، ودرنا جداريات في مدرسه ابن خلدون، ودرنا جداريات في مدرسه عبد الرحمن بن عوف، وكذلك جداريه في الرود نتاع مدرسه ابن خلدون. جات هذه المرحله الخامسه اللي كنزينوا فيها الحيطان ديال الحوانت المتواجدين في سيدي سليمان، واللي شاركوا معنا واحد المجموعه نتاع الفنانه من بينهم الصيدية. نعم، كما كتشوفوا الرسمه الاولى نتاع الصيدية. هذه الرسمه ديال ضياء. هذه الرسمه نتاع ضياء. تبارك الله، عنده واحد اللمسه ديالك. اللي كنقدموا له الشكر الجزيل لانه جا كمتطوع. كذلك هذه الاشكال الهندسيه ديال السي اليزيدي. اليزيدي. اليزيدي اللي حتى هو فنان تشكيلي ساهم معنا. بالنسبه للفاز تاع الورد. غادي ديروا هنايا ليفاز. غادي يكونوا ليفاز تاع ليفاز ديال الورد. تبارك الله. غادي تعطي واحد بصمة زينة لهذا الشارع هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الله. شوفوا هذا الاشكال اللي خدمهم والد. نعم. والد فتشاتي اطار معنا في الجمعيه. هذه اللمسه نتاع بنجانة. بنجانة. بنجانة حتى هو متطوع، جا كمتطوع. وكما كتشوفوا. وهذا الشكل هذا حتى هو. هادو اشكال هندسيه درتهم انا، يا زائد بعض الرموز اللي راهم تما كل داخل. حتى انت ساهمت في هذا. حتى انا ساهمت وضروري ساهمت ماديا ومعنويا. ومعنويا الله يعطيك الصحه، زعما راك واقف على تزيين هذا. بالنسبه للاشكال اللي كاينين الداخل في هذوك الدوائر، هذوك تيفيناغ، راهم تيفيناغ رموز ديال الامازيغ. بعض الاشكال كذلك الى غادي تشوف ديك الدائره الخضراء اللي فيها كاين بعض الرموز نتاع الفراعنه. هذو اللي هنايا وين؟ زيد. وهذه الرسمه هذه كل شيء هادو نتاع ضياء. ضياء. درنا واحد المجموعه نتاع الوجوه النسائيه مختلفه، كل وحده بالشكل ديالها، محتجبه عاديه راستا. نسينا الاسم ديال هذه الزنقه، هذيك سميتها؟ هذه زنقه البرج. زنقه البرج اللي متواجده هنايا. المهم هذا الظهر نتاع الحوانت. السوق اللي كاينه في سيدي سليمان. هذه زنقه البرج. هذه تاديا ديال ضياء. نتاع ضياء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، تبارك الله عليكم. الله. واحد السؤال السي مراد، بالنسبة عندكم شي مشروع آخر ولا تقريبا نحدوا هنا؟ إن شاء الله الرحمن الرحيم. واحد المجموعة نتاع المشاريع اللي كنشتغلوا على. نعم. ما هو ثقافي فني واجتماعي. بالنسبة لهذا الشهر هذا كانت عندنا ثلاثة ديال الأنشطة، كانت فيها الثقافية والاجتماعية والتربوية. بالنسبة للثقافية كان عندنا حفل توقيع. نعم. وكان عندنا إفطار جماعي مع الأطفال نتاع الجمعية، كانت فيها واحد المجموعة نتاع الألعاب. أما بالنسبة للاجتماعية كانت عندنا المواكبة نتاع الإفطار في دار الطالب والطفل، وكان عندنا معهم يوم اجتماعي اللي كنشاركوا فيه هذوك النازل اللي كيكونوا تماك في الوجبات تاع الإفطار، وكان عندنا معهم اليوم الصائم. وكذلك كانوا عندنا الدراري نتاع الجمعيه اللي كانوا متطوعين في وولوت مع جمعيه السلام وجمعيه المبصرين. قلت واحد السؤال السي مراد، بالنسبه لهاد الاعمال اللي كديروا، واش كتلقاو شي دعم؟ واش كتلقاو شي مساعده؟ ولا يعني كديروا لك شي يعني تطوع، يعني شي كتخلصوه شي ما كتخلصوهش، شي في سبيل الله شي؟ المهم بالنسبه لهاد الجداريه تقريبا الاغلبيه نتاعهم كانوا متطوعين. وبالنسبه للدعم، الدعم ما كانش عندنا شي دعم، المهم من مالنا الخاص اللي درنا هاد. يعني هذا حبا للزنقه وحبا للحي الفن هذا، ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم من المجلس انه يدعمنا مره ان شاء الله. ان شاء الله بحال هاد الانشطه هادو. بحال هادو راه تزين بهم المدينه. كان عندنا واحد التحدي انا والصيدية درناه في البدايه نتاع المشروع. نعم. قلنا غادي نديروا واحد اللائحه وغادي نشوفوا الناس. نعم. الارتسامات نتاع الناس كيفاش كانت غادي تكون، اللي وصلنا للانتقادات اللي كانت 27 انتقاد، واللي كانوا كيشكرونا كانت 129. بالنسبه للناس اللي انتقاد، سمح لي قاطعتك، شنو انتقدوا يعني؟ غير بالنسبه للانتقادات كانت انتقادات اللي بناءه مزيان،
وكانت بعض الانتقاد، كان الناس اللي كانت كتستفسر علاش ما درناش ازهار، علاش ما درناش كسمت، ولكن كان عندنا حنا هذاك السكري كنا مخليينه، لان حنا الورد درناه طبيعي، درنا الفاس كان مازال ما تركبش هذا الشيء. كان بعد الحوايج اللي ما كانوش مزيانين بالنسبه للناس اللي كانت كتقول لك انكم درتوا لنا شعارات ماسونيه، عطاكم القايد الفلوس باش غادي ديروا، واحد المجموعه نتاع المهم حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. بالنسبه لاختاريت غير بعد ذاك سميتو، بالنسبه لديك 129 كانت فيها عاشة انامل، ما شاء الله عليكم نورتم الزنقه، قلعتم الوسخ، هذا الشيء رائع، كانت بزاف تاع الكلام اللي كان زوين، والله يعاون. المهم وصلت 129 مع 27 مزيان مزيان هكا كتشوفين الانتقادات والتشجيع، يعني كتعرف راسك بان مراك غادي تزيد قدام الشعب ان شاء الله الرحمن الرحيم ان شاء الله. واحد السؤال السي مراد، بالنسبه ل ان شاء الله من بعد هاد الرسمه هذه، فين عندكم شي حاجه اخرى ولا مازال ما عندناش بروغرام ديال شي رسمه اللي غادي نديروها؟ مازال ان شاء الله. يعني اختارت شي زنقه ولا مازال عاد ما؟ لا مازال. ربما الا شفنا الوجهه الاخرى اللي قدامنا نمشيو تما كنشوفوها غادي تشوفوا الحيط تقريبا راه كان هكذا، كان تقريبا بحال هكذا، لان راني خديت له الصور لا قبل ولا من مور باش نشوفوا الفرق. هذه هي السويقه، يعني باش غادي نشوفوا الفرق اللي كاين ما بين الحيط كي كان وكي ولا، كان تقريبا بحال هكذا، كان بحال هكذا تقريبا بحال هكذا، يعني الا جيت تشوف راه كان بحال هكذا. ومي حسن يتزوق ويترسم ولا يبقى هكذا في هذا الشكل هذا؟ ونسولوا الساكنه نخليو هذا الشيء مفتوح للاراء، غادي تعطي لي الارتسامات ديالها ولا في الصفحه ديال السيكنوري. وكنشكرك الله يحفظك، الله يبارك الله فيك، الله يبارك. مرحبا، احنا هنايا موجودين من الاخوان، الله يبارك فيك، احنا موجودين السي مراد، اي حاجه مرحبا. يعني تقريبا كان بحال هذا الحيط هذا، شوف كان بحال هكذا. المهم الا جينا نشوفوا لهذا الوسخ هكذا تقريبا كان بحال هكذا. باسم جمعيه ابركان للفن والتنشيط التربوي كنشكر جميع الاخوان اللي ساهموا معنا في هذه الجداريات، واللي تبارك الله صراحه كانت دارتنا واحد المجهود كبير، تقريبا واحد 15 يوم ولا 15 يوم ديال العمل، ما كانت متقطعه، مره خدموا جوج سوايع، مره ساعه، مره ثلاثه على سي محمد تبارك الله عليك، كيدير بخير مزيان الله يحفظك. المتطوعين اللي كان معنا انت ختشت شويه، انا رسمت شويه اسيدي مزيان، الله يعطيك الصحه. المتطوعين الله يحفظك سي محمد، كان معنا السي وليد، السي السالمي، سلمان احلام، وكان بعض الاطفال ديال الجمعيه تبارك الله، السي ضياء بنجانا واليازيدي، وإلا نسينا شي واحد يسمح لنا. سيدي الله يعطيكم الصحة، زعما زينتوا هذه الزنقة هذه والله، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، مزيد من التألق إن شاء الله والعطاء دابا لي فازا محطوطين حتى نوليو نديرو فيهم الورد إن شاء الله. إن شاء الله الله يعطيك الخير، شكرا سيكنوري، بارك الله فيك، شكرا.